ومعنا على المباشر من محكمة جنايات العاصمة زميلة موفدة تلفزيون النهار ياسمينة دهيمي. أهلا بك ياسمينة. أهلا زميلي هارون. هل في جديد فيما يخص إذن القضية؟ نحن نعم زميلي هارون، نحن متواجدون بمجلس قضاء العاصمة، أين باشرت النيابة العامة منذ 9:30 صباحا المرافعة في قضية سونطراك واحد، بعدما أحالتها المحكمة الجنائية الكلمة للمرافعة في هذه القضية التي لازالت مستمرة ومطولة إلى ما بعد الظهيرة. النيابة العامة في بادئ الأمر أعطت صورة عن مؤسسة سونطراك عن الاموال التي تتحصل عليها سونطراك، وقالت ان اموال سونطراك هي اموال الدوله بالدرجه الاولى وليست اموال اي طرف. كذلك النيابه العامه بعد المرافعه بعد اعطاء صوره عن سونطراك اعتبرت العقود التي ابرمتها سونطراك في هذه الصفقات محل المتابعه كلها عقود لم تحترم مبدا الشفافيه والمنافسه الشريفه وكذلك العلانيه التي هي مبدأ من مبادئ الصفقات العمومية. كذلك وبخت مسؤولي سونطراك مطولا لجعل سونطراك كشركة عملاقة تركض وراء شركات ليست لها أي أهمية أو قيمة من أجل خفض الأسعار في تلك الصفقات. كذلك خطبت محمد مزيان وقالت بأنكم تحججتم في القضية بأن التعليمات كانت فوقية وأن التعليمات كانت صادرة من الوزير شكيب خليل الأسبق، وقالت أن هناك أمور خطيرة لم يكن يعلم بها، وقالت أن هذه الأمور حدثت كلها وراء أسوار مبنى سونطراك بحيدرة، وقالت أن هذه التبريرات ليست لها أي نعم منطق. نعم ياسمين، فقط من المرتقب أن يكون فيه التماس للسجن لحوالي 19 متهم في القضية خلال اليوم، يعني نهار اليوم ياسمين. نعم، النيابة العامة الآن هي تواصل المرافعة، ولقد قسمت المرافعة إلى ثلاث محاور حسب الصفقات المبرمة. هي الآن في الصفقة الأولى، في الصفقة الثانية هي صفقة كاجي تروا ترافع عن الوقائع. طبعا التماسات الحبس سوف تسقط بعد ساعة أو ساعتين من الزمن. طيب وهو كذلك وهو كذلك ياسمين دهيمي، شكرا على هذه المداخلة، كنت معنا على المباشر.